يسعد صباحكم كثير بنسمع اشاعات احذروا من تناول الاعشاب الاعشاب مضره الاعشاب تعمل مشاكل في الكلى بتعمل مشاكل في الكبد طب سؤال الناس اللي بيحكوا هدول هم مش عارفين هم طول اليوم بيشربوا اعشاب مش الطحين اعشاب والبابونج اعشاب والملوخيه مش اصلها اعشاب والباميه مش جايه من الاعشاب والدجاج اللي اكلناها مش المفترض انها ماكله اعشاب معناته انه كل هذا مجرد اشاعات اما الناس الجانب الاخر بيقول لك ما هي في اعشاب سامه بنقول لهم يا جماعه الاعشاب السامه اصلا مين عليها وانتم ناسين الاعشاب هي عباره عن علاج منذ الاف السنين انما تناول الاعشاب الطبيعيه من مصادر ثقه لها فوائد جمه وادخل على جوجل اكتبوا اي فوائد اي عشبه هتلاقوا عشرات الفوائد فسبوكوا من الاشاعات